مشاهدينا رح ننتقل للفقرة الغذائية وبيصيرنا نستضيف أخصائية التغذية فرلين جميل. أهلا وسهلا فيك فرلين. أهلا فيك، تفضل فرلين. اليوم موضوع حلقتنا عن الأنوركسيا، أنوركسيا أو ما يعرف بالضعف المتعمد يعني. بالبداية لكل الأشخاص والمشاهدين اللي ما لحقوا يتابعوا الفقرة الطبية، ريت هيك شوي منحطهم بتعريف مبسط عن هذا الموضوع. سواء نحكي عن الأنوركسيا بشكل كتير عام، فينا نقول انه هيدا نوع من التروب الاليمنتير بنقول له، بيصير فيه هو كونسيكونس لتروب سيشيك اكثر، يعني الشخص يعني بيبقى نتيجة مزبوط عوامل نفسيه 100% أكثر. هو نتيجه لعوامل نفسيه لشخص مش كثير مرتاح بصورته، على طول عنده هيدي الصوره البشعه عن حاله، عنده نوع من له من انسكيورتي، مش حاس حاله بامان. هذا الشيء بيولد، وخصوصا 90% من المراهقين يعني بين العمر 12 وال 20 سنه، الانوركسي اكثر شيء هيدا الاشخاص بتكون عم بتعاني منها، هيدي الكاتيجوري من العمر، الفئة من العمر مزبوط 90% بيبقوا مراهقين وعندهم على طول هيدا الشعور انه هن مش مرتاحين بجسمهم، مش مرتاحين بحالهم، عندهم انسكيورتي بنظره العالم لهم، بحسوا انه العالم ما بيشوفون حلوين، بيشوفون ناصحين، مع انه الشخص واغلبيتهم بيبقوا بنات، تبقى البنت كثير كثير ضعيفه، بس على طول بتحس حالها انه بتطلع حالها على المرايه بتشوف حالها ناصحه. يعني اذا بدنا نحطها هيك بصوره كاريكاتير، بنشوف انه بنت كثير ضعيفه عم تطلع بالمرايه، عم تطلع بالمرايه وشايفه حالها على المرايه كثير ناصحه، هيدي هي صوره الانوركسي خصوصا عند المراهقين. بنحسها اكثر عند فئات البنات اكثر من الشباب. هي اكثر عند فئات البنات لانه البنات اول شيء بيتاثروا بعارضات الازياء، بكون عم تشوف عارضه الازياء انها هي كثير كثير ضعيفه، وعارضات الازياء كمان هن اكثر عالم او اكثر نساء معرضات انها تكون عم بتعاني من الانوركسي. يعني في كمان حالتين وفاة صاروا من وراء الأنوركسي، لأنه صار في نقص كثير كثير بالغذاء، ماتوا من وراء هيدا المرض النفسي يلي أثر على طريقة غذائهم. يعني هون البنت هي صغير بتبقى مأثرة بالباربي، كثير ضعيفة، بتبقى خايفة إنه ما تعجب، خصوصا بفترة المراهقة بنعرف قد ايه بيكون في مشاكل نفسية ومشاكل، شخص مش متقبل حاله، بخاف المجتمع ما يتقبله، بخاف شو هي نظرة العالم له بفترة المراهقة، كثير بتصير في عندنا بفترة تكوين الشخصية، مضبوط تكوين الشخصية، خصوصا هون البنات يلي بيبقوا كثير بلشوا يطلعوا على حالهم، يطلعوا حالهم على المراية، يشوفوا أجسامهم كيف، يراقبوا غيرهم، يقارنوا حالهم مع يلي عم بيشوفون على التي في وعلى بيغنوا يلي بيعرضوا أزياء، بصير على طول عندهم هوس زايد عن اللزوم بجسمهم. إذا بدنا نقول أبرز العوارض، يعني فينا نقول شكليا هو ضعف كثير مفرط، كثير كبير، يعني ببين كثير واضح، بس جسديا اول عارض بنشوفه الضعف الزايد، بنشوف البنت يعني بشكل عام، او اذا ما كانت بنت بس اغلبيه الاوقات نحن بنحكي عن بنات، بنشوف البنت عندها ضعف منه مقبول، صار ضعف مزعج للنظر، وصار البي ام اي تحت شيء بنقول له 18.5، يعني البي ام اي اللي هو بنقول مؤشر البدانه يلي بنعمل له كالكول بواسيور تاي او كاري، يعني وزن الشخص اذا بدنا نقيدها البي ام اي او مؤشر البدانه هي الوزن على الطول مكعب، والوزن بيكون بالكيلو والطول بيكون بالمتر. يعني مثلا اذا شخص، اذا بنت وزنها 40 كيلو وطولها 1.60 متر، بنعمل 40 1.6 اوكي، هون بيطلع لنا شيفر معين، هيدا الشيفر اجمالا اذا كان تحت 18.5 بنبلش نحكي عن شيء اسمه اندر ويت، يعني شخص صار وزنه تحت الوزن المقبول. 18.5 ل 25 هو الوزن النورمال، بين ال 25 و 30 بنحكي عن زياده بالوزن، فوق 30 بنبلش نحكي عن بدانه، عندنا بدانه جزء اول 30 ل 35، عندنا بدانه مفرطه بين ال 35 وال 40، يعني كل ما زادت صار في عندنا بدانه كثير مش محبسه. فاذا تحت 18.5 بنبلش نحكي انه هذا الشخص صار اندر ويت او تحت الوزن المقبول. هلا الانوركسي في يوصل ل 11، يعني تخيل قد ايه بيكون وزنه، يعني في يكون طولها 1.60 متر ووزنها 35 او 33 او حتى 30 كيلو، يعني هون بيبقى في بدانه، باردون، بيبقى في ضعف كثير كثير منه مقبول.
بلش نحكي انه هذا البنت انوركسيك، بس تقريبا يبلش البي ام اي يصير 17 17.5، انه لا هون صار وزنك اقل من المعدل. الاهل من هون بده يبلشوا يراقبوا اولادهم. اذا شافوا بنتهم مثلا اكلها كثير كثير قليل، او مثلا على طول عندها هوس بحالها بتقول لها لاما انا ناصحه، او لا بدي اضعف، او ما بدي اكل هالقد خايفه تنصح، على طول عندها الهوس انها تنصح وهي بالوقت اللي وزنها تحت المعدل، او مثلا بس تاكل بتعتمد انه تستفرغ، يعني بتاكل كميه قليله بترجع بتفوت على التواليت بتحط اصبعها بتمها. وفي اشخاص ما بيستعملوا الاصبع ليستفرغوا، بيستعملوا لاكساتيف. مزبوط، في عندنا لاكساتيف في عندنا 100%، يعني بيعتمدوا اشياء تعمل دياريه تفوت على التواليت كمان يظهروا كل شيء. هلا قصه الاستفراغ كمان بتصير مثل البوليمية اللي هو كمان عوارض تانية نفسية. هديك شراهة، هديك شراهة بالأكل، يعني شخص بوليميك شخص بيأكل كتير كميات كتير كبيرة، يعني في يوصل على زيت الوقع انه يمكن يكون عم ياخذ 5000 كالوري بلا ما يحس، بين انه ياكل مالح يرجع ياكل حلو يرجع ياكل مالح يرجع ياكل حلو، وشيء انه يوقف اكل يوعى على حاله بصير عنده هذا الاحساس بالذنب، بيرجع بيعتمد انه يحط اصبعه بتمه كرمال يظهر كل شيء اكله. هون الانوركسيك كمان بتبقى ياكل كميات كثير خفيفه، بس دغري بتحس بالذنب انه لا تخاف انها تنصح، كمان بتعتمد انه تكون عم بتراجع كل شيء اللي اكلته. من العوارض يلي الاهل لازم يكونوا عم ينتبهوا لها كمان، هيدا الشخص بالعائله كيف اذا عنده نوع من الانسكيورتي على طول مزبوط، منه مندمج مع العائله، بحب يكون لحاله، ما بحب يختلط مثل ما لازم، ما عنده حياه اجتماعيه، ما عنده اصحاب مثل ما لازم، ما عنده تعاطي مع اهله مزبوط، منزوي لحاله، منغلق على نفسه، عنده صوره لحاله منها حلوه وعنده هالضعف. يعني هون لازم كثير نكون عم ننتبه. الاشخاص اللي حكينا انه يلي بياخذوا اللاكزاتيف بياخذوا اشياء ديوريتيك كمان تيظهروا كل شيء عم ياخذوا بالمخفي، باكثر الاوقات بياخذوا اشياء بيشوفوا حبوب بالبيت بياخذوها بالمخفي، هذا الشيء كمان لازم يكونوا عم ينتبهوا له. بشكل عام هول هيك اشارات انه انتبهوا يا اهل، هون دور الاهل كثير مهم، يعني مزبوط رح يضلوا عم بيراقبوا طريقه نظام غذاء اطفالهم، يعني هون دور الاهل كثير مهم، بس كمان مش دورهم يجوا يهتوا الولد، ولا دورهم يجوا يكونوا عم بينموا، ولا دورهم يكونوا زياده عم بكسروا له صورته تجاه حاله، لانه هيدا اساس المشكل. يعني اذا عم يجوا الاهل ما عم بيعرفوا يجوا ولادهم بشكل يحضنوا بنتهم يلي شافوها عندها ضعف ثقه بحالها وعندها انسكيورتي تجاه حالها، اذا ما رجعوا عرفوا حضنوها وشوي شوي عطوها مثل هيك معنويات لحالها وعطوها دعم وعطوها احاطه هي بحاجه لها وحسسوها انه هي حلوه وهي مقبوله وهي هيك شايفينها كثير منيحه وهن هيك راضيين فيها، يعني حسسوها بهالاكسبتنس بهالقبول بالمجتمع وبالعائله، رح بالعكس رح يكونوا الاهل لسوء الحظ عم يلعبوا دور ابشع ما لازم يكونوا عم يلعبوا. لسوء الحظ بالانوركسي لانه بصير في عندها هالانزواء، ولانه نحن بدنا شيء عوض على الاكل، في اولاد كثير وفي مراهقين بيروحوا على الدروغ، ببلش يروحوا سو الدروغ على المخدرات مزبوط. وحتى على العادات السيئه، مزبوط على العادات السيئه، لانه هذا كله بصير ضمن هالسيركل الفيسيو، بنقول له هيدا السيركل يلي واحد بس يفوت فيه المراهق اذا ما اخذ الدعم المضبوطه بصير يغرق ويغرق وتودي لاشياء سوء الحظ. يعني بتبلش انه انا بدي انتبه على جسمي بتخلص باشياء أسوأ بكثير. فلان عم نحكي عن الانوركسي، يعني فيها مرتبطه كمان نظام غذاء الانوركسيك، شخص انوركسيك باللي عنده مال نوتريسيون او 100%، لانه بالنهايه الانوركسيك جويس عم ينقصه كثير غذاء، ما عم بياكل مظبوط، ما عم بيأمن لجسمه حاجته مثل ما لازم، وفترة المراهقة عم بشدد عليها لأنه 90% من حالات الأنوركسية بتصير بفترة المراهقة، هون هالجسم بحاجة بعده بفترة الكروسانس، الفاز الكروسانس النمو، بحاجة لكالسيوم، بحاجة لحديد، بحاجة لبروتيين، بحاجة لوحدات حرارية كافية تتعود له على هيدي الهرمونات هلا لتعطيه الإنرجية اللي يقدر يكون يعني تلائم نموه، تلائم نمط حياته، تلائم هيدا الشخص عم بيروح على المدرسة على الكاباسيتي، على قدرته على التفكير، على البرفورمانس بالصف، حتى يعني قدرته الذهنية كمان مرتبطة بهذا. يعني هون كمان الأنوركسيك رح يكون كتير عم يتأثر بالدرس، بس ببعض الحالات الأنوركسيك بيبقى كتير ذكي،
يعني هون في عنا شوي صار بسيكولوجيك بيقول لك البسيكولوج او البسيكياتر انه الانوركسيك بالعكس بيكون انسان كثير ذكي ومراهق الاول بصفه وكثير عنده قدرات، بس من ثاني ميل عنده هيدي المشكله النفسيه، وفي لانه عنده هيدي قله الاكل وقله الغذاء يلي عم بتصير، هذا الشيء اكيد رح يرجع ياثر بعدين على تركيزه بالصف، على قدراته الفكريه، على قدرات الاستيعاب عنده، لانه رح يكون عم ينقصه كثير غذاء، رح يكون عم ينقصه حديد باول شغله، والحديد هون رح يؤدي انه يصير في عندنا فقر دم. طب هون الحديد وين بيتواجد اكثر شيء فرلان؟ بيتواجد باللحمه، بيتواجد بكل شيء المصادر الحيوانيه، ان كان اللحمه الحمراء يلي هي اكثر مصدر للحديد، اذا اخذها باليخينه، لحمه اليخينه، الراس عصفور او ستيك او الكفته، او مثلا اذا كنا عم ناخذها كدجاج فيها نسبه حديد لا باس فيها، الحبوب، فاصوليا، العدس. بس هون على طول بنحكي انه المصادر النباتيه بحاجه لفيتامين سي للجسم يكون عم يمتص الحديد منها، والا بنخفف كثير من امتصاص الحديد. وكون كمان اذا الشخص ما عم بياكل غذاء متوازن، ما عم بياكل حبوب، ما عم بياخذ طبخ، ما عم بياخذ لحمه، ما عم ناخذ مصادر الحديد كمان فيها تكون مكسرات الني، الجوز، اللوز، التبوله، البقدونس فيها حديد، الخضره الاخضر الداكن، الملوخيه، الورق الخس من برا، نحن دائما بنكب الورق الخس من برا، بنفضل القلب الخس، بس هو الغذاء كل ما كان موجود برا اكثر، كل ما كان الخضره لونها داكن اكثر، كل ما بنعرف انه فيها قيمه غذائيه اكثر من اللون الفاتح، يعني هيدا على طول لازم نكون عم ننتبه لها. فهون لانه هالمراهق او هالشخص ما عم ياخذ، ما عم ياكل اكل متوازن، ما عم بيامن لجسمه هيدي الحاجات، رح يصير في عندنا نقص حديد، يلي رح تودي لفقر الدم، والفقر الدم اكيد رح يعمل هالاسثينيه، التعب، هالعدم القدرة على انه واحد يكون خمول بكامل نشاطه، ان كان الجسدي او الذهني، وهذا الشيء رح يؤدي لخمول ولتعب دغري كثير كبير. غير الحديد، لانه الشخص الانوركسيك كثير بينتبه على الدهون، لانه نحن على طول عندنا دهون يعني نصاحة، بصير كثير يعني حتى يمتنع عن كل شيء مصادر دهون، ان كان الزيت بقلب السلاد ما بقى يكون عم ياخذ، ان كان الحليب اكيد زيرو فات، ان كان كل شيء البان ومشتقات الحليب كمان، بس اذا فيها دسم ما بيكون عم ياخذها، اللحم الحمراء بصير يقرف منها لانه يخاف تكون مدهنه، يعني بصير كثير كثير نيقه بالاكل لدرجه قد ما عم بفسر بعد اكثر. هون هالعدم المصدر الدهون اللي عم ناخده، هالانعدام المصدر الدهون او هالمصادر اللي كثير قليله رح تكون عم بتولد كمان نقص بفيتامينات من الا ليبوسوليوبل اللي هي بحاجه للدهون للجسم يمتصها، مثل فيتامين ا دي او كا. هول اربع الفيتامينات، فيتامين ا دي او كا، اللي رح يصير في عنا نقص فيهم من وراء عدم القدرة انه الجسم عم بيقدر. طب هلا فيتامين مثلا ا وين بيتواجد اكثر شيء؟ فيتامين ا موجود بكل شيء لونه اورانج او لونه احمر فاتح، مثلا مثل الجزر، موجوده بالبطاطا الحلوه، البطاطس، المانجا، كل شيء لونه اورانج على هيك احمر فاتح، مثل الشمام، مثل اللقطين، هيدي الاشياء هي اكثر شيء مصادر لفيتامين ا. الفيتامين دي يلي هي فيتامين العظم، يعني هون كمان لانه ما حيكون في عندنا فيتامين دي كافي، هذا الشيء رح ياثر على العظم، بصير الولد او المراهق عظمه كثير هيك رقيق، صعب يعني كثير هين انه ينكسر اذا وقع. الفيتامين دي يلي هي معروفه انه من اشعه الشمس اكثر شيء بناخذها، انما كمان بناخذها من السمو، من التونه، من الترويت، من يعني الاسماك البحريه، مضبوط، والفري دو مير موجوده بكل شيء مدعم، مثلا الحليب مدعم فيتامين دي، بيبقى العصير مدعم بالفيتامين دي، الاو باكثر شيء بالمكسرات والزيوت، الجوز، اللوز، الفستق، زيت الزيتون، الزيوت على انواع الافوكا، هيدي هي اكثر شيء مصادر الفيتامين او. والكا اللي هي كمان الجسم بيعملها طبيعيا بالمصارين، غير انه بفبركها طبيعيا بالاشياء الخضراء الداكنه، بالسبانخ، بالملوخيه، بالبروكولي، بالبقدونس، هيدي فيها تكون مصادر للفيتامين كي. بشكل عام لانه نحن ما عم ناخذ دهون كافيه، هيدي الفيتامينات رح تنقص كثير من جسمنا. غير هيدي الفيتامينات جويس، بنحكي كمان
خصوصي اللي بيعتمدوا انهم يراجعوا انه يفوتوا اصبعهم بده يراجع هون ولا يصير في عندنا تلخبط بشيء بنقول له الكتروليت بالجسم. يعني كمان المعادن مثل الفوسفور مثل البوتاسيوم الصوديوم الزنك، الزنك من اهم المعادن يلي بتنقص بالانوركسي، هون كثير بصير في عندنا تلخبط. طب هي الاملاح المعدنيه شو من وراء الفوميسمون؟ لانه كمان هيدي عم تروح معادن عم بيخسرها الجسم وهي بحاجه لها. هيدي المعادن اذا تلخبطت بتاثر على كل الجسم، بتاثر حتى على طرقات القلب، بصير طرقات القلب تخف كثير عند الشخص يلي بتنقصه هالمعادن. عم نحكي على شكل يعني كثير كبير، على بي ام اي وصل 15 و14 و13 وبعده عم ينزل. يعني وغير طرقات القلب شو معقول ديفيسيت؟ بنحس الشخص قشاير مسقع ايبوثيرمي، يعني بتحسي درجة حرارة جسمه صارت واطية منا مثل ما لازم تكون، يسقع كثير، بصير في عنا بالون ماون، بصير في عنا انتفاخ بالمعدة، بصير في عنا كمان شوية رجفين على طول، هيدا التعب الزايد، هالإرهاق، ما له جلادة يكون عم ينهاز طبيعي، هيدا كل المعادن عم تنقص وصار معه فقر دم، وكل هالفيتامينات كله بده يأثر على الإتا فيزيك تبعه بشكل عام، ومن ثم مع الإتا بسيشيك زيادة إنه يكون عم بيصير أسوأ، يعني كان سيء عم بيرجع يصير أسوأ من وراء حالة الجسم تبعه. بس هلا احنا يمكن ما بنخوف كثير مشاهدين، بس لازم نلفت نظر الاهالي كمان انه هذا الوضع بصير كثير خطير لانه ممكن يؤدي للوفاه. مزبوط، مثل ما سبق وذكرت بحال ما تداركوا الوضع بكير، بحال ما تداركوا الوضع وما عرفوا احطوه هالولد، لانه بدايه هيدي المشكله مشكله نفسيه، بدايتها مشكله نفسيه، من وراء هالمشكله النفسيه بصير في عنا هالكومبورتمان، هالتروبل بالكومبورتمان اليمنتير، بصير في عنا هالتلخبط بالعادات الغذائيه اللي لازم تكون طبيعيه بهالجسم بهالعمر، ولازم الجسم يكون عم يتامن له كل هالغذاء. يعني هون كمان من اكثر الاشياء بصير في عنا جفاف ديزيدراتاسيون، لانه كمان الدياريه والفوميسمان ونقص الاكل هذا الشيء كمان بده ياثر انه يصير في عنا جفاف بالجسم، وكمان جفاف الجسم رح ياثر على كل شغل الجسم، الشعر بهر، الضفيره بيتكسروا، بصير كثير هين انه الشخص اذا وقع ينكسر، الاسنان بهر بيخسروا اسنان بيخسروا اسنانهم، بنحسهم بال صفر، ما عندهم قوه، ما عندهم، بصيروا يتراجعوا شوي شوي بالمدرسه. البنت 3 اشهر يمكن ما بقى تجيها الرجل على تراسيكل، بنقول لها امينوريت، يعني 3 اشهر ورا بعضهم تراسيكل، بصير في انقطاع للدوره الشهريه، وهيدا لانه كمان الهرمونات، يعني كل الهرمونات بتصير هي بروجستيرون بتكون كثير، لانه الهرمونات بالجسم بجسم المراه هي اباز دو جراس، هي الباز تبع الدهون، يعني هالدهون عم تخف هالقد رح تاثر كمان على افرازات الهرمون، رح تاثر على الدوره الشهريه، رح تاثر على كل طبيعه الجسم. هون طبيا فلان، هل صحيح انه بيعطون كورتيكويد او ابازو كورتيزون الادويه، او ممكن تكون بروجستيرون ابازو هرمون؟ يعني معقول، معقول كثير حسب حاله، يعني الحاله اللي وصلنا لها، يعني في نوصل لحاله خلص بدها هوسبيتاليزاسيون يرجعت، يعني ما بقى يعني مراقبه بدها تكون طبيه وغذائيه كمان، مراقبه طبيه يعني اصلا فيها تكون عم يغبى عن الوعي، ونحمله ناخذه على المستشفى يبين هالنقص، يبين هالتلخبط بالهرمونات، ويصيروا يعطوها هرمونات، يعطوها يعني فيها تكون هون النوتريسيون عم تصير ارتيفيسيال، يعني عم نعطيها مكملات غذائيه، مكملات غذائيه ان كان بالتم ان كان حتى بالشريان دغري، لانه تنكون يعني نحن بحاجه انه ما نضيع وقت دغري نكون عم نعوض خساره الفيتامينات والمعادن يلي خلص، يعني كثير خفت بالجسم وبلشت تعمل تخبط بطرقات القلب وبكثير اشياء صارت سيريس، صارت العوارض كثير جديه. هون مريض الانوركسي ممكن يفوت كوما؟ معقول كثير، معقول كثير، هيدا لانه كمان من وراء الاسيد امينيه قد ايه عم يهوطه بالجسم، بصير في عندنا كمان حاله من الا اسيدوز، من وراء كل هالتلخبط بالالكترولايتس يلي صاروا، هيدا الشيء معقول يكون عم بيؤدي لحالتكم. اي هل بصير مدمن على السبور والرياضه مريض الانوركسي او لا؟ بفضل بس انه تخفيف الاكل. الانوركسي بتطال كثير الاتلات، الشخص يلي كثير بيبقى سبورتيف وصار عنده هوس انه جسمه يكون ما بده يكون عنده 1% دو غراس زياده بالجسم، وبده يكون عنده، يعني بيقولوا له هن بدي نشف حالي، بدي نشف كل شيء دهون من جسمه،
في يكون هيدا الهوس كمان عم يطبعوا هوس بالاكل ويصير في عنده هالانوركسي. يعني الانوركسيك في يعمل سبور، يعني فينا يكون شخص انوركسيك وعم بيضل يتفش حاله تيعمل سبور تيعمل حركه، لانه هو عنده هالفكره اذا اعمل سبور انا رح اضعف زياده ورح يصير حلو زياده ورح اوصل للوزن البنيه ورح يصير العالم تتقبلني اكثر ورح يصير مثل ما لازم يصير. يعني هول اشياء بتجر بعضها. فلان شو هي المكملات الغذائيه المفروض يكون عم ياخذها شخص اللي عنده انوركسيا؟ ابرز يعني مثل المغنيسيوم. اول شيء بنحكي مغنيسيوم، بنحكي حديد اكيد، بنحكي كالسيوم، فيتامين دي، هول الاشياء اللي بنكون عم تنعطى دغري. اذا عندنا تلخبط بالالكترولايتس بالبوتاسيوم بالفوسفور بالصوديوم، هذا كمان فينا عطى بالمصل. في يكون عم نعطيه مثل شيكس فيهم كثير بروتيين وفيتامينات كرمال يشقلوا، لانه يمكن الاكل لحاله اول فتره ما انه كافي، شيكس ينعطوا بين الاكل كرمال نكون عم نعوض كثير هيدي الخساره. شو النصيحة الأخيرة بتتوجه فيها للمشاهدين؟ النصيحة الأخيرة بتوجه فيها للأهل إنه يكونوا عم ينتبهوا على أولادهم بهالفترة. الأم تنتبه على بنتها إذا عندها هيدا الهوس بجسمها يلي هو زايد عن اللزوم. يعني نحن على طول بنحذر إنه الأولاد حرام يكونوا عم بيصيروا بدينين، حرام يزيدوا وزن، الوزن رح يأثر على صحتهم. بس كمان لازم يكونوا أوقات الأهل جويس لسوء الحظ، قد ما البنت المرأة بتكون عندها هي صار هوس بجسمها بتصير على طول تنتبه على العادات أكثر لبنات، تنقل العادة من دون ما تحس. يعني هون الاعتدال يلي هو مفتاح الحياة الصحية والغذاء الصحي المتوازن. ما بس هون فلين بس بدي أقطعك، أي عمر إن كان شاب أو بنت يعني بينعرف إنه عن كبر ممكن يكون بدين أو ممكن يكون كتير ضعيف؟ يعني هي بعد الست سنين. أوكي. ربونا دي بوزيتين على الست سنين بنبلش نشوف على الكورب إذا هيدا الولد عنده تندانس يكون في عنده بدينة مفرطة. يعني من الست سنين لازم نكون نحن عم ننتبه له. فنصيحتي للأهل ينتبهوا على أولادهم بطريقة غذائهم، وينتبهوا بطريقة يعني التربية بهالعمر بتأثر على الغذاء، ما يكونوا عم يشددوا، ما يكونوا عم يروحوا على الإكسترام لأنه رح يكون عنده ردة فعل. فلان أنا بتشكر حضورك معنا اليوم. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم وكان موضوع الأنوركسية. لقاءنا فيكم بتجدد الأسبوع المقبل. أنا بدي أتشكر توني استفان عبر الكاميرا وتوماس نعمة وعماد سعد الليبر إيشي والمخرج توني نعمة. أنا بدي ملتقي فيكم بتجدد أسبوع المقبل. من هلأ لوقتها أنا بودعكم وبقلكم الله معكم.